تشرب الشاي بالشفاطة يالا. شوف الجهل يا دولا، انا المفروض ما ردش عليك، لكن انا هرد يا عم. لا ما تردش ما تردش. عيني بص يا دولا، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافة دي يا عمنا اكتر حاجة معرضة للتلوثات للجو. ايه الشطافة؟ انت بتتعامل مع الشفاطة على انها شطافة يالا؟ وايه الفرق يعني يا دولا؟ يا ابني الشطافة مش للشرب. امال ايه يا دولا؟ لا حاجة تانية خالص، لكن الشفاطة بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساقعة بس، مش تشرب بيها شاي. والشاي برضو بيتشرب بيها شاي يا دولا، علشان في فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات؟ دول على أساس إخوات فيروز الصغيرين. أنت الفيروزات يا ابني لو دخلت جوه معدتك أنت اللي تعديها. بص يا دولا، أنت هتقعد أقعد أناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. أنت مش مفروض الواحد يفهمك، أنت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطة. يرميك جنب. إيه ده أنا؟ شاي لو سمحت. إيه ده؟ الراجل ده أنا عارفه ولا يا رمزي؟ غريبة، مع إن أنا حاسس إن أنا معرفوش. اتشطف وأنت ساكت. لا أنا عارفه، أنا متأكد، كان معايا في المدرسة واسمه حمدي. يو يا عم بقى، يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده ايه ده انا اعرف الناس دي، ايه ده ايه ده انا اعرف الناس، وتروح تسالهم يقول لك احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده. ولا ما تخافش ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه. دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافة. خدت الشطافة؟ هتسيب القعدة كده؟ معقولة؟ الشطافة لازم جوه القعدة. يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ يلا اتكل. الو؟ ايوه انا المهندس حمدي السيسي. انت بتضحك ليه؟ انا بابا اسمه السيسي، انت مالك انت؟ ايوه انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ ايوه. في حاجة يا أستاذ؟ يا حمدي أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسة النقراشي الثانوية العسكرية بنين. فاكرك. لا مش أنت، أنت اقفله عشان الكارت، أنت اقفل. أهلاً يا عادل. ازيك يا حمدي؟ وحشني. أخبارك يا حمدي؟ عامل إيه؟ اقعد. ياه. أخبارك إيه؟ الحمد لله. اسكت.
مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحله الجايه لمترو الانفاق؟ ما شاء الله، برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزه اصول الثقافه عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي، انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات لا، دي هوايه عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياه، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني، تيجي تزورني بقى كل يوم، لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنى الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو تمشوه في اي شارع تاني. هو انا جايب ابن اختي افسحه؟ بقول لك ده المترو، المترو عارف كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتتشال، هتتشال، تصور. محلات هتتشال ايه يعني؟ الوقت عوزة؟ ده مشروع قومي، الله، لازم يبقى فيه تضحية. ايه يعني شارع او شارعين، محل محلين، كل ده عشان القاهرة الكبرى يا اخي. قاهرة وكبرة ايه؟ كبرة يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشوا المترو بتاعكم من الشارع اللي فيه المحل بتاعي. الله، لازم يبقى فيه ضريبة يا أخي، إيه المشكلة يعني؟ طب ما أنا بدفع الضريبة، أنا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الإعلانات ويقول لك مصلحتك أولاً وأدفع، هي مصلحتي إن أنا أدفع وبس، ما أخدش حاجة خالص يعني؟ هي دي ضريبة النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبة، أنا فاشل يا سيدي، المفروض ما أدفعش بقى ضرايب بتاعت الفشل دي. أوعى تقول على نفسك كده يا عادل، أنا عايزك تعيش معايا اللحظة، تخيل المشروع ده بقى بعد 6-7 قول 30 سنة لما يخلص، تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، والفخورة واخداك وانت ماشي في الشارع كده، ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لأولادك وتقول لهم تخيلوا يا أولاد المحل بتاعي كان جنب المترو. يا سلام، ده ايه الفخوره اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ليه؟ انت مش عندك بازار؟ اه يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى، انا هخدمك خدمه عمرك، انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ اه لو كده يبقى معلش، اه محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا طبعا. اه طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه؟ احنا اصدقاء طفوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم. ده فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه. القطار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر. الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل مالك؟ مالي، هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري، ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو، حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مس المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيزك للترماي اسرع عن رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترماي ولا للمترو، ماله التوك توك صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومن ويجي عكسي، ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات، ماله التوك توك؟ انتوا اصلكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار، الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه ماما البازار بح. كمان كمان عادل كمان كاسكون فا فيلم نو. والنبي حباتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. يا
بصوا غيروا المحطة دي، غيروا المحطة دي، أنا مش عايز أسمع أي حاجة فيها قطر بعد إذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اطفي التلفزيون خالص. حاضر حاضر. بصي يا عادل، أنا عندي فكرة رهيبة رهيبة، إيه رأيك تجمع كل أصحاب المحلات بتاعة البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمة، على الأقل تاخد تعويض. أو أقول لك يا عادل، تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم، وأنا اللي هعمل لكم شعار المظاهرة، أبو الهول براس إنسان وجسم مترو كبير. جسم مترو إيه يا ماما؟ يا ماما كده أهو يبقى في دعاية للمترو، إحنا عايزين دعاية ضد المترو على فكرة، أصحاب المحلات لغاية دلوقتي ما عرفوش إن المترو هيمشي في الشارع، أنا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام، أقول لهم عشان الأسعار ترخص وأبيع أنا بالرخيص، لا عادل أذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل إيه؟ ناوي أبيع بالأسعار القديمة من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش، غش واحتيال، حرام عليك يا أخي، حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس، ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. يا معلم تيتي، أنا حصل لي ظروف صعبة جداً ومضطر إن أنا أبيع يعني المحل والبضاعة، وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي وأخويا المعلم تيتي اللي فكرت أبيعهم له يعني. أخوك وحبيبك؟ إحنا هنصيع؟ ما أنا لسه طحنك في المزاد الأسبوع اللي فات. بس عادي يعني، أنا وإنت واحد مثلاً يعني. والجروب السياحي اللي لطشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك انا معلم تيتي، ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان الام دي ما تتعورش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي تيسي. ايه؟ التيسي تيسي، وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني، بس جه الام يعني، وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي تيسي تيسي، لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني. ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا، مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك عفشه ومحلك عتبته فقريه، لكن هفكر. ايوه فكر والنبات تيتي، لان يعني لازم، عايزه تعمل عمليه والعمليه دي عينك دون وبتقطع عليا من نفسي. ايوه مش هعمل كده تاني، بس عمليه ولازم تتعمل في بلاد بره، حرام عليك. بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه، انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها، اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش. يعني يا معلم تيتي، يعني حطيتني تحت سنانك وبالجز؟ ما انت ياما خربشتني وضفرك طالني. لا ما خلاص، خربشك ايه؟ الضوافر اتقصت والسنان خلعت والتسي تسي جه لامي. خلاص، اذ ربما انا اعدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ماشي بكره، بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول. ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده؟ بقول لك الام يا معلم تيتي، الام، وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف هتعدي صراحه. هو معدي؟ معدي. اخلع انا بقى. خد دي كمان يا معلم تيتي. تشكر. خد دي معاك. شايفني بلم زباله؟ على رايك. عموما بالشفا يا معلم تيتي. بالشفة دي تقولها للست الوالدة إذ ربما انت بطل عطس. يا سيدي ما تدوق، إيش يعني جت على كده؟ بقول لك إيه؟ إذا حبيت تبيع هدومك إديني رنة. حاضر يا سيدي، معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك، ده إيه اللي أنت لابسه ده؟ شفاف يا معلم تيتي، معقولة يعني؟ لكن برضه أبقى أديك رنة. حاضر. سلام عليكم. مع السلامة يا معلم. خلاص يا معلم؟ يلا يا رجالة. الحمد لله. خلصنا من البضاعة. ايه ده دولا ده؟ ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا، بعت البضاعة دي كلها؟ يا ابني بعت ايه؟
انا شربت البضاعه كلها للمعلم تيتي وعلى معده فاضيه. لقيم انت برضه دوله استكملت لحد ما تكمم. انت بتعلم الكلام يالا في مستشفى الكلب. يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري نخب الخازوق اللي خده المعلم تيتي. ده مش خد خازوق عادي، انا اخيرا خلصت من البضاعه يالا يا رمزي، فاضل بس اخلص بقى من البازار. اه يا دوله بقى نخلص بقى من البازار او بص نتخلص منه. عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت، لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله. بقى كده دوله، ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده. فكرتي بقى يا فكيك. بص كويس يا دوله. كشري ماله يعني؟ المعلم زعزوع الاصابج يا دوله. ماله المعلم زعزوع؟ اللي بناكل من عنده كشري يا دوله. ايوه اخلص ماله. اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دوله. هتقول ولا نفخك ماله؟ سمعته يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا. بتاعنا؟ هو المحل بتاعنا بس يعني، لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا. انت عرفت ازاي؟ ايوه دول انا هقول لك. انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه، بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه، واحنا بقى دول مش قريبين بس ده احنا لازقانين مع بعض. هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم. انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع. معقولة يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي؟ ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده، يقولوا جاي كوش على الشارع كله، وانا ما بحبش ازعل حد مني. عموما اللي اكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله لاخره. تقصد ايه يعني؟ اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعمه بالله. بص يا استاذ عادل، انا قلبي انفتح لك قوي، بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي، ده كار ابويا وجدي وجد جدي، وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي. ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني. مظبوط، لكن دي مش غيتي، انا غيتي اكبر من كده بكتير، انا طموحي ملوش حد. يا سلام، وايه طموحك في محل كشري يعني؟ هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا انا غيتي في القصب. معلش انا حاسس ان القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، انا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجينا خطوه لقدام وين رايح الزبون. طب هو الزبون عدم المؤاخذه يعني تعبان في ايه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطه عندي شديده قوي ووعره، اهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل يروح يشرب كوبايه قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى افكارك. عموما بص بقى يا معلم، انا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط، شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد ايه. بما يرضي الله حدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوق و50 بعد شهر ونمضي العقد. نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رايك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي ومش عايز اي حاجه تانية بعد الشهر ونمضي العقد على طول دلوقتي؟ امرك عجيب يا استاذ عادل، أنا أول مرة أشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكلة في اللي تحت. يا سلام، أخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعة، مش فاضل غيرك يا رمز، عايز أخلص منك. دولة حبيبي يعني أنا شايف كده بقى إن أنت معاك فلوس كتير قوي. ها أنا عايز حاجة صغيرة يعني نسبة كده 80%. 80% نسبة؟ يا ابني أنا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. أخلص منك، سافر بقى يا رمز. حمدي، ازيك حمدي؟ عادل، ازيك يا عادل؟ وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد.
كنت اروح في ابو نكله يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكله ولا ابو فجله خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانتي انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دولة، يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب، ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معايا فيها، اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني. ايه ده، هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ خص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل على فكره بقى انت غلط. يا سلام على المعلومه، انت غلطت، ما انا عارف ان انا اتزفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المسألة مش بالسهولة دي، البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني، ده كان في شارع مميز جدا مليان حركة. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحة، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم، بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه يعني، لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. والحاجه جديده زي ايه حضرتك؟ زربان يعني، واطي، خسيس، دني، لوكال. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكال، وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها يعني. المحل خلاص بح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع. طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا يعني، انا هعمل ايه حضراتكم يعني؟ ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب، خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاعت شحن، وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا لك، اطلع. حاضر يا معلم، حاضر. طب يا معلم، والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك، ده انا عندي ست ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك، اجيب لهم فلوس منين حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم، ربنا يخليك والله يا معلم، هقعد ادعي لكم كلكم، لا ادعي لكم كلكم. خلاص خلاص، هشغلك معايا في المحل. هتشغلني يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم، اشرهولكو واعصرهول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 ه